قال لي انا مرفوضه، وفي الاجتماع خلاص هسيب له الموضوع اقول له طب انا عايزه فلوس اللي هي عندك وعايزه الهدايا اللي كنت بجيبها لك. هحاول ان انا اعرف ايه السبب اللي وصله لكده عشان على الاقل لو في عندي مشكله احسنها، يعني احاول اخد بالي بقى من الحاجات دي. يعني فورا هرد عليه اقول له انت مدير فاشل. يعني ايه يقول لي انت المرفوض؟ يعني يجي لك رد فعل غريب اقول له انت اللي مرفوض؟ هو انا ممكن اقول له عادي يعني مرفوضه انا بارده. وبعدين مش هو اللي يقول انت مرفوض؟ مش في شؤون قانونيه؟ الشؤون القانونيه دي تيجي تقول لي بقى انت مرفوض، انت مفصول، انت منفوخ، اي حاجه هخطفه برضه. خلاص كده يا جدعان. العفو. السلام عليكم.